un risultato che le dà torto, 1-0 per la Spagna. Lo scatto di Bellumi. Tunnel a spese di... Magari. حد كبير بين غير معروفين. عدمي ممتازة ممتازة. غاريا اللي يلعب اليوم إلى جانب جندوز في مكان ريحان بلومي. مراوغة ممتازة مراوغة ممتازة. والناس يحاول مرر الكره لبلومي. الاخضر بلومي على الجهه اليمنى. مراوغه صباح بلومي. بلومي طويله باتجاه مشري. ذكيه من مشري من بلومي وعرقله مشري. على الجزائر الصغير يعني لازم العمل هو العمل هو يفيد ما تحجم ما تفيد. الاخضر بلومي باختصار هذا اللي رانا نشاهده فيه، هل هو يعني فنان بالفطره وبالموهبه ومن عندك اللي اكتشفوهم واحد اسمه سعيد عماره يعني ماهوش اي واحد؟ صح، وهذا يعني بون بالك كاين دي جوار ديكسيبسيون بالك، ولكن العمل هو اللي يفيد هو اللي يوصل الانبيت. انا كنت احلم نلعب باغ اكزومبل على ليبوك مي كنتش نحلم نلعب مع ميلود رحمه الله حتى في ولا من بالشيخ زميلي حتى 42 سنه مع الغالي معسكر ناني بهدفين مقابل هدف. سجل الهدفين كل من بلومي وعصاد. هدف فعلا الهدف والهدف الاول. بلومي رائعه كانت من بلومي. فرق نتيجه تنفذ الركنية و واستأكد هذه الخطرة أو هذه الخطرة كان الهدف السابق قد رفضه الحكم وهذا هدف بلومي في الدقيقة 17 و في اختلاء بلومي فتش عليه واحد الرفاق وبجانبه فرقاني بلومي يبقى ما كانش قلب هجوم تنشيخ سليماني في وضعية جناح أيمن. سليماني يراوغ يزيد السرعة تاعو يخطف والحال وهدف من تسجيل بلومي الوطني. إنه الحاجز الأخير قبل تحقيق الحلم، حلم الأمة بأكملها. في البداية كان الهدف متواضعا ومحدودا. الفريق النيجيري جمع حلقة بورتو بل زيدان ناحية الوسط حيث بلومي من بعيد وأجر هدف جميل. هدف رائع من طرف بلومي حقيقة ثنائي جميل. رقم جيد من طرف من في الجهة اليمنى مع كل من واقف قوية وهدف هدف جميل جدا. المهاجمين الثلاثة ويش من ناس ويحيى وهذه انطلاقة أخرى وقلت لبلومي جميلة وهدف وجميل. ميلح بلومي داخل قرب المنطقة حاول يقذف مروان وهدف. مخلوفي تفاهم كبير مع مخلوفي انطلق بالكرة مرر كرته لبلومي ممتاز حاول يدخل لمن خطير ويسجل. متعادلة 0 لمثل ما بين مولودية وهران فريق الزائر والفريق المحلي السريع غلي زمي بيضلة بيضاء وهدف من بلومي مباشرة. هدف ثاني من مزيان مراد. واو تفاهم
تفاهم كبير ما بين بلومي وتصفاو. تصفاو جميلة مع بلومي وربما هدف بلومي روعة في غياب زميله صديقه شريف الوزاني. بلومي وهدف جميل حقيقة مخادعة تماما حتى للجمهور، ما كانش عارف بالضبط شكون اللي راه يخدم لأن مر أمام الكرة كل من بلعتوي. العمل كان له دور كبير جدا، العمل والانكادرمون يعني العمل والمؤطرين اللي مريت عليهم كان لهم دور ايضا. نعرف بانه الاخضر باللومي قال لك اللي يتمنى ما يلقش يقطع الياس، لازم العمل العمل يقدر يوصل. والدليل على ذلك ان لك لعبت الى غايه اكثر من 40 سنه يعني الاخضر، هذه الصور اللي رانا نشوف فيها كنت فايت 40 سنه يعني في معسكر. يكون في عمل تجربته الكبيرة ليعطي للمولودية فوزا مستحقا رغم قوة الخصم الاتحاد الذي لعب هو أيضا مقابلة جميلة. الهدف كما ذكرت أنا الحمد لله يعني جو كونفيرم سكو جي ديكلاري افون، جو توجور افان جي با فيني كما قلت، مازال امكانيات. وشو السر في هذا يعني؟ سر الهي بكل صراحه، يعني الخدمه بكل صراحه، السر تاعي هو الخدمه من الصغر حتى الان. هذه ما يبقاش شويه جو نحبس.